هذا الجندي الياباني ظل يحارب 30 سنة بعد ما انتهت الحرب العالمية الثانية اللي كانت فيها اليابان عدو لأمريكا وقوات الحلفاء. رغم كل المحاولات اللي بذلت لإقناعه أن الحرب انتهت من سنين، إلا أنه ظل مصر يكمل حربه وهو مقتنع أن بلاده ما انهزمت ومستحيل تنهزم، مع أن الإمبراطور الياباني ذات نفسه أعلن الهزيمة والاستسلام. خلونا في فيديو اليوم نعرف سر إصراره العجيب. السلام عليكم، معكم بدر وحياكم الله في قرية العجائب. يمكن مرت عليكم قصة هذا الجندي الياباني اللي بنتكلم عنه اليوم من قبل، لكن كالعادة هني بتحصلونها بتفاصيل وعمق مختلف تماما. هذا الشيء اللي دايما أوعدكم فيه. بس قبل ما ندخل في قصتنا، أشكر منصة رين على رعايتهم لهالفيديو. منصة رين هي أول منصة مرخصة لتداول العملات الرقمية في الشرق الأوسط، والحين أضافوا عملة جديدة. يعني قبل كانت عندهم 5 عملات اللي هم البيتكوين والإيثيريوم لايتكوين وريبل وتيذر، والعملة الجديدة اللي اضافوها اسمها تشين لينك. هذه العملة اشتهرت بشكل كبير خلال سنة 2021 وصارت عليها حركة تداول قوية جدا، وبالتالي فتحت فرصة جديدة للاستثمار في مجال العملات الرقمية. فالحين صرتوا تقدرون تتداولون فيها بكل سهولة وأمان عن طريق منصة رين، واللي طبعا تخدم العملاء في دول الخليج ومرخصة من بنك البحرين المركزي. وطبعا عندهم خدمة عملاء سريعة ومتوفرة على مدار 24 ساعة طول أيام الأسبوع عشان تتداول وانت مرتاح ومطمن. وللحين العرض الرهيب اللي يقدمونه لا زال مستمر. اذا سجلت كعضو جديد في المنصة راح تحصل هدية بيتكوين بقيمة 20 دولار. كل اللي عليك انك تنزل التطبيق من الرابط اللي موجود تحت وتتبع خطوات التسجيل في المنصة، واللي راح تكون مشروحة قدامك بطريقة سهلة وميسرة، وراح توصلك بعدها الهدية خلال 3 ايام من التسجيل. بطل قصتنا اليوم اسمه هيرو أونودا. لما كان عمر أونودا 20 سنة دخل لوحدة من المدارس العسكرية في اليابان، وتم تدريبه بشكل خاص على أساليب حروب العصابات أو اللي يسمونها غوريلا وورفيرز، واللي معناه أسلوب القتال بشكل غير طبيعي وغير معتاد. طريقة القتال هذه ما تكون فيها مواجهة مباشرة، وإنما تكون الهجمات متخفية ومباغتة وعشوائية جدا جدا. ففرق الجيش اللي تكون مدربة على هذا الأسلوب بالعادة جنودها يقاتلون خلف خطوط العدو، يعني في الأماكن اللي مسيطر عليها عدوهم. فتحصلهم مثلا يتخبون في الجبال أو الغابات ويهجمون على جيش العدو هجمات مباغتة. المهم في سنة 1944 كانت الحرب العالمية الثانية مشتعلة، واليابان كانت عدو لأمريكا، وأمريكا كانت مسيطرة على جزيرة في الفلبين اسمها لوبانغ، وكانت تستخدم هذه الجزيرة كقاعدة عسكرية. فالجيش الياباني قرر انه يرسل لهذه الجزيرة مجموعة من الجنود المدربين على اسلوب حرب العصابات، ومن ضمن هذه الجنود اللي راحوا للجزيرة كان صاحبنا هيرو أونودا. القائد اللي كان مسؤول عنهم اعطاهم اوامر واضحة جدا. اول شيء قال لياهم، انتوا محرم عليكم تقتلون انفسكم. يمكن يستغرق الموضوع سنتين او حتى 5، لكن ايا كان اللي يحصل راح نرجع لكم، وإلى ذلك الحين حتى لو ما بقى منكم إلا جندي واحد لازم يواصل المهمة. يمكن ما تحصلون شيء تاكلونه غير جوز الهند، في هذه الحالة عيشوا على جوز الهند، محرم عليكم تسليم حياتكم بإرادتكم تحت أي ظروف. نزلت الكتيبة على هذه الجزيرة، وكانت عند أونودا فكرة إنهم يبدأون بتدمير وتخريب موانئ الجزيرة عشان ما توصل تعزيزات إضافية للأعداء. لكن الضباط الأعلى رتبة في الكتيبة ما حبوا الفكرة وحسوا إن فيها مخاطرة كبيرة، لأن الموانئ عليها حراسة مشددة وأعداد كبيرة من جنود الأعداء. فقرروا إنهم ما يهاجمونها ويبدأون بعمليات التخريب الأقل خطورة. فبدوا يهاجمون المزارع ومستودعات المؤن، وأحيانا السيارات أو مجموعات الجنود اللي تبتعد عن المعسكرات ونقاط التجمع. فلما شافوا الأمريكان إن الوضع كذا وإن هذه الكتيبة قاعدة تسوي لهم مشاكل، طلبوا الإمدادات، وفعلا وصلت الإمدادات من خلال الموانئ اللي اقترح أونودا انهم يبدأون فيها ويفجرونها. وانا متأكد ان أونودا كان في خاطرة وقتها يقول للضباط اللي اعلى منه، ما قلت لكم؟ ليش ما تسمعون الكلام؟
المهم بسبب هذه الامدادات اللي حصلوها اعدائهم اضطرت الكتيبة اليابانية انها تتفرق لمجموعات صغيرة مكونة من 4 افراد، وبدت هذه المجموعات تتخبى في الغابات وفي الجبال اللي موجودة على الجزيرة. ظل قتالهم مستمر، لكن بسبب تفرقهم واعداد جنود العدو الضخمة بدت مجموعات الكتيبة اليابانية تتساقط واحدة ورا الثانية لحد ما بقى عدد مجموعات قليلة جدا. واحدة من المجموعات اللي بقت كانت مجموعة صاحبنا أونودا. أونودا كان يرافق في هذه المجموعة 3 جنود، الأول كان اسمه أكاتسو، والثاني كان اسمه شيمادا، والثالث كان اسمه كوزوكا. ظل هذيل الأربعة مع بعض وهم عايشين في الغابة على الموز وجوز الهند وأي طعام كانوا يقدرون يحصلونه. كانوا بعد من فترة لفترة يهاجمون المزارع المحلية اللي يملكها المزارعين الفلبينيين ويستولون على ماشيتها وأي شيء مفيد يحصلونه فيها. بالنسبة لهم هذا كان مباح لأنهم في حالة حرب، والفلبينيين هم حلفاء الأمريكان، فيعني بالنسبة لهم كان مباح أنهم يهجمون على أي شيء يتحرك قدامهم ويستولون على أي شيء ممكن يقع بين يديهم. في النهاية هذه أرض العدو. مرت حوالي السنة تقريبا وهم على نفس الوضع. اللي ما كانوا عارفينه أن بلدهم الأم كانت تعاني الأمرين في الحرب. قوات الحلفاء اللي على رأسهم أمريكا والاتحاد السوفيتي كانوا منهكين الإمبراطورية اليابانية من كل النواحي. وفي شهر 8 سنة 1945 أمريكا ضربت ضربتها القاضية لما أسقطت القنبلتين النوويتين على هيروشيما وناغازاكي. وبعد الضربة العنيفة هذه والسلاح النووي الفتاك اللي ما كانوا اليابانيين حاسبين لأي حساب، قرر الإمبراطور الياباني أنه يعلن هزيمة اليابان ويستسلم، لأنه كان عارف أن هذا السبيل الوحيد عشان ينقذ شعبه، ولا أمريكا كان ممكن تمسح اليابان كلها من على الخريطة بأسلحتها النووية المدمرة اللي ما شاف العالم مثلها من قبل. أعلنت الإمبراطورية اليابانية استسلامها بتاريخ 15/8 سنة 1945، واللي أنهى الحرب العالمية الثانية. لكن في جزيرة لوبانج الفلبينية ظلت مجموعات كبيرة من الجنود اليابانيين اللي كانوا مختبئين ما بين الغابات والجبال، وهم ما عارفين بأي شيء من اللي حاصل في العالم وما عندهم أي خبر عن انتهاء الحرب. الشيء الوحيد اللي كانوا عارفينه هو الأوامر اللي تم إعطائها لهم: لا تستسلموا ولا تقتلون أنفسكم وانتظروا الدعم. هذه الأوامر كانت بالنسبة لهم شيء مطلق. أونودا ورفاق الثلاثة اللي كانوا معاه ظلوا متبعين الأوامر اللي عندهم وعايشين حياتهم بالمهارات ووسائل النجاة اللي تعلموها في المدارس العسكرية. كانوا يحفرون الأنفاق ويغطون نفسهم بأوراق الشجر، يعتنون بأسلحتهم وملابسهم، ويسرقون وينهبون أي شيء يحتاجونه من المزارع القريبة. بالمختصر كانوا يسوون كل شيء ممكن عشان تظل مهمتهم مستمرة. ظلت الحياة مستمرة معاهم على هذا الوضع لحد ما بعدها في شهر أكتوبر من سنة 1945، يعني بعد شهرين تقريبا من استسلام اليابان، فجأة صحوا في يوم من الأيام على صوت الطيارات وهي تقطع السماء فوق الغابة. على طول راحوا واحتموا بالأنفاق اللي بنوها وهم ينتظرون القنابل تنزل عليهم، لكن كانت المفاجأة لما ما نزلت قنابل من هذه الطيارات، وإنما نزلت منها منشورات ورقية. وقف أونودا على رجولة وراح وأخذ واحدة من هذه المنشورات الورقية اللي رمتها الطيارات. الورقة كان مكتوب عليها بالخط العريض وباللغة اليابانية: الحرب انتهت، أوقفوا القتال. طبعا كل اللي شافوه أونودا ورفاقه هو مجرد خدعة تافهة يحاولوا الأمريكان من خلالها أنهم يخلونهم يستسلمون. بالنسبة لهم الإمبراطورية اليابانية مستحيل تخسر الحرب. وين أنت تتكلم عن الإمبراطورية اليابانية؟ جنود فخورين جدا، مستحيل بالنسبة لهم أن دولتهم ووطنهم العظيم يخسر. وفوق هذا الأوامر اللي عندهم كانت واضحة جدا: الاستسلام محرم. وكذا ظل الوضع مستمر على حاله، الجماعة ينهبون ويقتلون ويهجمون على أي حد يشوفونه قدامهم مع أن الحرب انتهت. أونودا كان أكثر واحد مصر فيهم أن هذه كلها خدعة من الأمريكان، وكان دائما يحفز ويرفع معنويات رفاق اللي وياه. كان يقولهم انتبهوا أنكم تفكرون أن هذا الكلام صدق، هذه كلها كذبة. المحاولات ظلت مستمرة لإقناعهم. الطيارات
قامت كل فترة وفترة تنزل منشورات أكثر، بعضها كانت رسائل مكتوبة بإيد أقاربهم، حتى بعضها كانت صحف وجرائد تعلن خبر الاستسلام، وحتى كان فيها معها صور توثق الأحداث. لكن الجماعة وعلى رأسهم أونودا كانوا مصرين على موقفهم واعتبروا كل هذه المنشورات مجرد خدعة. تخيلوا الموضوع وصل لدرجة انهم جابوا بعض رفاقهم في الجيش وخلوهم يتكلمون بمكبرات الصوت في الغابة. رفاقهم هذيلا ظلوا يعلنون بمكبرات الصوت: يا جماعة الحرب انتهت، استسلموا، اطلعوا من مخابئكم، خلاص ما في حرب، انتهت. لكن حتى هذه اعتبروها خدعة، وقالوا يا اما ان رفاقهم هذيلا مأسورين ومجبورين انهم يقولون هالكلام، او انهم خونة قاعدين يحاولون يستدرجونهم. ما في فايدة، الجماعة مقفلة وياهم. استمر هالوضع لمدة 4 سنين تقريبا، ومع ان حسهم الوطني وايمانهم ببلدهم وامبراطورهم كان عالي، لكن مع الوقت بعد النفوس طبيعي تضعف. وفي يوم من الايام في شهر 9 سنة 1949 قاموا من النوم وما حصلوا أكاتسو، ولما شافوا ان اغراضه اختفت معاه عرفوا انه سلم نفسه. أكاتسو ما كان مستعد يتحمل اكثر، وخلاص صار مقتنع ان فعلا الحرب انتهت، خاصة بعد ما لاحظ ان معظم الناس اللي صاروا يشوفونهم هم ناس مدنيين. لو كانت الحرب مستمرة المفروض جنود الاعداء يكونون في كل مكان، بس ما في جنود، كله مدنيين. وحس انه لو خبر رفاقه بهالشيء ممكن يعتبرونه خاين ويقتلونه بيدينهم، فقرر انه يهجرهم ويسلم نفسه بدال ما يقعد يقتل في المدنيين والمزارعين بدون هدف وبدون غاية. طبعا بعد حادثة هروب أكاتسو صارت الأمور متوترة ما بين أونودا ورفاقه الاثنين الباقين، كل واحد منهم بدأ يشك في الثاني ويخاف انه يغدر فيهم. مع ذلك ظلوا مع بعض وظلوا مستمرين بمهمتهم. بعدها بفترة في يوم من الأيام حصلوا رسالة مكتوبة لهم من قبل رفيقهم السابق أكاتسو. في الرسالة يخبرهم أكاتسو ان الحرب فعلا انتهت، وان تم استقباله بترحيب من قبل السلطات الفلبينية، وحثهم على الخروج من مخابئهم وتسليم انفسهم. صاحبنا أونودا ما كان مصدق ولا كلمة من الرسالة، واصلا بالنسبة له أكاتسو مجرد خاين، فمستحيل يثق بكلامه من الاساس. استمر الوقت والسنين تمضي، ومرت حوالي 10 سنوات من لما تم انزالهم على الجزيرة لأول مرة. وطبعا كانوا لازالوا مستمرين في نهب المزارع المحلية اللي كانت واحدة من المصادر النادرة اللي كانوا يقدرون يحصلون اللحم من خلالها. في واحدة من غاراتهم على هذه المزارع قدروا انهم يسرقون جهاز إذاعة راديو، وصاروا لما يحسون بالملل يشغلون هذا الراديو ويسمعون للإذاعات اليابانية. الشيء الغريب لهم انه ما كان في حد يتكلم عن الحرب، بالعكس قاعدين يتكلمون عن الترفيه والرياضة. مثلا في يوم من الأيام اشتغل لهم تقرير إخباري عن الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو، وكانوا يسمعون عن نتائج لعب اليابان ضد أمريكا والدول الثانية، كأن الكل أصدقاء والدنيا ماشية تمام. لكن مع كل هذا أونودا ظل مصر على عناده وأن الحرب لا زالت مستمرة. يعني هذا الإنسان كان يحصل أي تفسير عشان يمنطق الأحداث ويخليها تتبع الفكرة اللي في راسه، وهي أن الحرب ما انتهت. في نفس هذه السنة سنة 1954 كانوا قاعدين يدورون على الأكل في يوم من الأيام لما تفاجأوا بمجموعة من الجنود الفلبينيين، وعلى طول وبدون تفاهم بدأ أونودا ورفاقه الاثنين اللي معاه يطلقون عليهم. الجنود الفلبينيين ردوا النار وانتهت المواجهة بموت شيمادا، واضطر أونودا ومعاه رفيقه الأخير كوزوكا انهم يتراجعون ويتخلون عن رفيقهم الميت. هالمرة تعمقوا في الغابة بشكل ما تعمقوا من قبل طول السنين الماضية، كانوا حاسين بالخطر فقرروا انهم يبتعدون قد ما يقدرون. وصل الموضوع لدرجة ان ما حد شافهم للسنين الطويلة، فقررت الحكومة اليابانية انها تعلن موتهم في سنة 1959، يعني بعد 15 سنة من انزالهم على الجزيرة. واستمر الوضع على ما هو عليه لسنين طويلة جدا، لحد سنة 1972، يعني صار لهم اجمالي 28 سنة
وهم على الجزيرة. فهذيك السنة وبالتحديد في يوم 19 من شهر أكتوبر تفاجأ الفلاحين في واحدة من المزارع على الجزيرة بهجوم من جنديين يستخدمون بنادق قديمة وسيوف الكاتانا. كانوا كأنهم جايين من عصر ثاني، وهذه الحقيقة فعلا، هذيل الجنديين كانوا أونودا ورفيقه كوزوكا. فجأة ظهروا من مخبأهم اللي كان في أعماق الغابة بعد كل هذه السنين وقرروا يرجعون للهجوم على المزارع. المزارعين على طول هربوا من بطش أونودا وصاحبه وراحوا بلغوا الشرطة الفلبينية بالموضوع. الشرطة وصلت بسرعة للمزرعة اللي كانت لازالت تحت عملية النهب من قبل أونودا وصاحبه. بدأ تبادل إطلاق النار بين الطرفين، وضباط الشرطة قدروا أنهم يصيبون كوزوكا بطلقة مميتة، أما أونودا فقدر يهرب ويتراجع للغابة مرة ثانية. طبعا الحادثة هذه انتشر خبرها في اليابان مثل النار، الكل ما كانوا مصدقين انه لازال في جنود يابانيين يحاربون لهذا اليوم على الجزيرة الفلبينية بعد 28 سنة من الحرب. كانوا يعتقدون ان الكل ماتوا من زمان، فالحين عرفوا ان أونودا لازال باقي على قيد الحياة، ومن هذه اللحظة تحول أونودا إلى أسطورة في اليابان. واحد من الناس اللي أعجبوا بقصة أونودا كان طالب ياباني اسمه نوريو سوزوكي. هذا الإنسان كان شخص يحب المغامرة والاكتشاف، وحط في باله هدف إنه راح يحصل أونودا ويقنعه إنه يرجع. أصدقائه والناس اللي حوالينا يقولوا له أنت مجنون، هذا الإنسان حاولت الحكومة ترجعه بكل الوسائل والطرق، أرسلوا فرق بحث متخصصة عشان يحصلونه وما حصلوه، كيف أنت بتحصله؟ لو بعد تريد تقنعه يرجع؟ انت اهبل. لكن نوريو سوزوكي ما اهتم لكلام حد، وفي سنة 1974 اخذ له تذكرة للفلبين ووصل لجزيرة لوبانغ. في واحدة من ليالي هذيك الفترة الباردة شديدة الرياح، كان أونودا يمشي في الغابة بحذر بعد ما شاف ضوء نار من بعيد. قرب أونودا شوي من مصدر النار هذه وشاف خيمة بيضة منصوبة في مساحة مفتوحة شوي، وواقف جنبها شاب. هذا الشاب بدت ملامحه يابانية بشكل قوي، رغم ان الملامح الآسيوية بشكل عام تتشابه، لكن أونودا كان متأكد ان الشخص هذا اللي واقف قدام الخيمة ياباني. بدأ يفكر أونودا ويحلل في مخه، ليش شخص ياباني بملابس مدنية موجود في هذه الغابة؟ هل يا ترى هذه خدعة جديدة يحاولون يستدرجونه فيها؟ وجه أونودا سلاحه باتجاه هذا الشخص وصرخ بأعلى صوته عليه وقال له استسلم الحين ولا راح أطلق عليك النار. الشخص اللي كان واقف عند الخيمة فهم اللغة اليابانية بشكل واضح، وبمجرد ما سمع العبارة رفع يدينه وصار يقول حاضر حاضر، وبعدها تمتم بصوت مرتجف، هل أنت الضابط هيرو أونودا؟ أونودا اندهش من معرفته لاسمه، وهني زادت عنده الشكوك أكثر، هل هذا الشخص جاسوس؟ أو يمكن يكون خاين حاولوا الأعداء يستخدمونه عشان يستدرجوه؟ صرخ عليه أونودا وسأله كيف تعرف اسمي؟ قال للشخص اللي لازال رافع يدينا المرتجفة في الهواء، أنا طالب اسمي نوريو سوزوكي، جيت من اليابان بعد ما سمعت قصتك، أنت مثل الأسطورة وكل الناس يتكلمون عنك لأنك لازلت تقاتل في هذه الحرب اللي انتهت من 30 سنة. أونودا رغم شكوكه القوية لكن حتى هو صارت تلعب الأفكار في راسه، ألقى نظرة فاحصة على هذا الشخص اللي واقف قدامه، وكانت ملابسه عادية جدا، حتى حذاءه كان مجرد شيء أشبه بالشبشب. كيف عسكري أو شخص مدرب يلبس ملابس مثل هذه لساحة قتال أيا كان السبب؟ بعد ما بدأ عقله يفكر بهالطريقة قبل أونودا أنه يترك سلاحه على جنب ويقعد مع نوريو سوزوكي ويسمع منه. بدأ سوزوكي يشرح لأونودا أن الحرب انتهت من 30 سنة، وأن الإمبراطور أعلن الاستسلام بسبب القنابل النووية والضربة الموجعة اللي خلفتها، وأن قصته هو الجنود اللي معاه كانت مدهشة بالنسبة لكثير من الناس اللي اعتبروهم مثل الأساطير لوطنيتهم وتمسكهم بواجبهم بشكل مطلق طول هذه السنين. بعد محادثات طويلة قوت العلاقة بين الاثنين، ولأول مرة قدر أونودا أنه يرتاح ويتكلم مع شخص غريب من 30 سنة، ومعنا كان شبه مقتنع أن كلامه صادق، لكنه قال له في النهاية الأوامر اللي عندي مطلقة، أنا مستحيل أستسلم أو أترك مهمتي إلا بأمر مباشر من قائدي اللي أعطاني الأوامر. قال له سوزوكي طيب
أنا راح أرجع لليابان وأبلغهم بالموضوع، لكن خلني أخذ معاك شوية صور عشان يصدقوني. وفعلا قدر سوزوكي إنه يكون أول شخص خارجي يحصل أونودا ويقترب منه، وهذه الصور اللي تشوفونها كانت الصور اللي أخذها معاه لليابان، واللي من خلالها قدر إنه يقنع الحكومة اليابانية إنه فعلا التقى بأونودا في الغابة، وعلى أثرها حصلوا القائد السابق لأونودا واللي كان اسمه يوشيمي تاميغوتشي. هذا القائد هو اللي أعطى الأوامر المطلقة لأونودا ورفاقه في سنة 1944 بعدم الاستسلام ومواصلة المهمة حتى الموت أو حتى يرجعوا لهم. سافر سوزوكي ومعاه القائد تاميغوتشي وعدد من الأفراد من الحكومة اليابانية لجزيرة لوبانغ الفلبينية عشان يلتقون بأونودا، وهناك وقف أونودا قدام قائد السابق اللي أعطاه الأمر المباشر والأخير بالتخلي عن القتال وتسليم نفسه وأسلحته للسلطات الفلبينية. وافق هيرو أونودا على الاستسلام أخيرا بعد مهمة دامت 30 سنة أكثر من اللازم، خلالها قتل هو ورفاقه حوالي 30 شخص من المدنيين والمزارعين الفلبينيين الأبرياء، وأصابوا أكثر من 100 ودمروا عدد كبير من الممتلكات والمحاصيل. بتتوقع أن بعد كل هذه الأحداث اللي بالأصح تعتبر جرائم، السلطات الفلبينية راح تمثل بأونودا أسوأ تمثيل وتقتله أسوأ قتلة، لكن اللي صار كان العكس تماما. خلال مؤتمر حاشد بالناس والصحفيين التقى أونودا بالرئيس الفلبيني وسلمه سيفه والأسلحة اللي كانت معاه من بندقية وقنابل ورصاص. الرئيس الفلبيني منح أونودا عفو كامل على أساس أن أونودا كان يسوي اللي يسويه وهو يحسب نفسه في حالة حرب. بصراحة أنا أشوفه قرار جدا غريب وما فاهم السبب وراء أبدا، يعني مهما كان السبب اللي كان يقاتل لأجل أونودا، في النهاية هو قتل كثير من المواطنين المدنيين الأبرياء، فما فاهم كيف الرئيس الفلبيني قرر انه يعفو عنه بكل هالبساطة. اذا كان عندكم تفسير او استنتاج اكتبوه تحت في التعليقات نوروني. المهم رجع أونودا لبلد الام اخيرا بعد كل هذه السنين معزز مكرم، واستقبل الالاف من الناس بالورود والترحيب، واليومنا هذا يعتبر اللي سواه واحدة من اكبر الامثلة والقصص العظيمة في فداء الوطن عند اليابانيين، وراح يظل أونودا يعتبر بطل وطني في نظر كثير من ابناء بلده. الجيش الياباني قرر يعوض أونودا بمبلغ مالي عن السنين الطويلة اللي قضاها وهو يعتقد انه ينفذ مهمته، لكن أونودا رفض المبلغ وطلب منهم يقدمون المدارس اللي موجودة على جزيرة لوبانغ في الفلبين. قضى أونودا المعظم من باقي حياته وهو يدرس مهارات النجاح لطلابه لحد ما مات في سنة 2014 عن سن يناهز 92 عام. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا، أتمنى تكونوا استمتعتوا فيها، طبعا لا تنسون الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان توصلكم المقاطع الجديدة أول بأول، وهذه بعد مقاطع رهيبة تقدرون تشوفونها إذا ما كنتوا شفتوها قبل. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي ومع السلامة. سافر سوزوكي ومعه القائد تاميغوتشي. Again.